السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد مع الأبيكس ليجندز. طبعا هذا المقطع متأخر شوي، كلكم تعرفوا على الإيفنت الموجودة حاليا، فعالية البلود هوند. طبعا الفعالية بتبلش من 7 الشهر ل21 الشهر الجاري، وطبعا هلأ رح أعطيكم فكرة عن هي الفعالية وشو الفعالية وشو الجديد اللي ضافوا بالفعالية. قبل ما بلش لا تنسوا الاشتراك واللايك بالقناة يا شباب والدعم، شكرا كتير على دعمكم. وطبعا هذا المقطع برعاية EA الشرق الأوسط وبرعاية EA بشكل عام، برنامج الجيم تشينجرز، وإن شاء الله حيكون عندي جيف اويز على حسابي في تويتر. لا تنسوا تتابعوني، بيكونوا موجودين كلهم تحت في الديسكريبشن. ونبلش. طبعا يا شباب بعد ما شفتوا قصة الماضي تبع بلود هوند وشو اللي صار بالماضي وكيف قتل البراولر او الوحش الكبير واخذ الخوزة او القناع اللي هو حاطه، بيجينا الحدث هلأ على خريطة الوولز ايج، مكان بالخريطة بيكون فيه كله براولرز وانتو بدكم تنزلوا تقاتلوا البراولرز على 4 راوندات، وكل راوند بيطلعلكم فيها لوت، ولوت ليجندري احيانا بيطلعلكم اخر شيء. طبعا لازم تديروا بالكم من اللاعبين اللي بيجوا اخر شيء بيستنوا العالم لحتى تلوت بيقتلوهم وبياخذوا اللوت تبعيتهم. وبهالمكان هاد طبعا بتلاقي فيه لو انت اخذ البلود هوند بتقدر تساوي انتراكت مع اشياء موجوده للبلود هوند مثل القناع تبعه مثل السلاح تبعه، وكل ما انت تساوي انتراكت او تتفاعل مع الاشياء الموجوده بيطلع لك كلام قصه عن اشياء صارت معه. وطبعا بيحكي القصة تبعه كيف هو بلش بإيبكس وجوان العالم الإيبكس الموجود حاليا. ومع هذا التحديث بيجيب سكنات جديدة، سكنات نادرة كانت موجودة قبل وهلأ رجعوها لبعض الشخصيات. ومع هالسكنات هاي بيكون في عنا تحديات، طبعا بدك توصل لـ 4000 بوينتس على ما أعتقد 4000، وبيفتحوا لك أشياء كمان جديدة. وغير السكنات اللي جابوها طبعا نزلوا طور الدو على اللعبة وعلى الخريطتين هذا بشكل دائم، بس حيكون انه بشكل متغير كل فترة من الوقت معينة بتتغير الخريطة، وضافوا الخريطة الليلية القديمة. وكمان في بعض التعديل على الليجنتس وعلى الأسلحة. اول شيء منبلش بالتعديل على الليجنتس، ومن اهم التعديلات على الليجندز طبعا الليجندز اللي هنن بيعتبروا لو بروفايل بيكون مكتوب على الخاصيه تبعيتهم، يلي هنن لايف لاين، باث فاندر، ريث، وواتسون. طبعا هدلون عدلوا على الدمج تبعيتهم بحيث انه لو انت ضربتهم على الاطراف على ايديهم او على رجليهم واي مكان بتعتبر الدمج مثل كانك عم تضربهم على جسمهم، يعني صار الدمج عادي مش اقل من الدمج اللي كان موجود قبل. تاني شيء شخصية لايف لاين، طبعا هلا شخصية لايف لاين بهاي الفعالية نزلوا لها صناديق معينة لونها أزرق. طبعا وقت لايف لاين هي بتفتح الصناديق بينفتح تنتين تحت زيادة بيكون فيهم لوت زيادة، طبعا هي بس لخاصية اللايف لاين. أما ريث، خاصية ريث اللي هي البوابة اللي بتفتحها، لو هي فتحت بوابة وكانت واحدة من البوابات خارج الزون البوابة بتضل 4 ثواني وبتتسكر، ما عاد حدا بيقدر يستعملها مثل زمان. ثالث شيء عنا ريفننت، طبعا ريفننت الخاصية تبعه صارت هلأ انك تساوي السايلنس مرتين بدل مرة، وحتى الالتيميت تبعيته وقت ينزل الالتيميت تبعيته وتستعملها وترجع بتعيش بنفس الدم اللي كان معك قبل، او بيصير 50% بدل ما هو كان 1%. ننتقل هلأ على الاسلحة وعلى اللي صار فيهم. اول شيء عنا الالستار، طبعا حاليا صار عنا 23 طلقة لحتى يحمى السلاح، قبل كان يكون اكتر، حاليا بس 23، بعدين السلاح بيحمى ولازم تساوي له كول داون. وتاني شيء الجي سكاوت والجي 7 سكاوت طبعا خفضوا الدمج تبعيته. اما سلاح الكريبر، طبعا هذا السلاح الليجندري السنايبر، لو حصلت السنايبر هاد وضربت فيه اي كاركتر تاني او اي ليجند تاني هيد شوت بيصير له نوك، طبعا حتى لو كان الكاركتر فورتيفايد زي جيبرالتر او الكوستكس، هدلون يعتبروا من الفورتيفايد كاركترز. والسنايبر طبعا بشكل عام وقت انت تلويت الامو تبع السنايبر بدل ما كنت تحصل 10 طلقات صرت تحصل 8 رصاصات، وبتقدر تسيف عندك في الشنطة 16 طلقة بدل 20 طلقة في المكان الواحد. واخر شيء طبعا بنكلمكم على شيلد الايفو اللي هو موجود جديد نزلوه قبل.
طبعا هذا شلد الايفو، صار عليه تغييرات وتعديلات على الدمج تبعيته وعلى البرسنتج. يعني شلد الايفو لحتى يصير لونه ازرق او ليفل 2 لازم تساوي دمج 75%، ولحتى يصير لونه بنفسجي او ليفل 3 لازم تساوي دمج 150، ولحتى يصير لون احمر وهذا الماكسيموم تبعيته لازم تساوي دمج 400 بدل ال 500. طبعا هذا تغيير كتير حلو على شلد الايفو، بحيث انه صار العالم شفتهم عم يستعملوا شلد الايفو اكتر من الشلد العادي. وانتو يا شباب شو رايكم بالايفنت هذا اللي صارت حاليا تبع البلود هوند؟ شو اكتر شي عجبكم فيها؟ ولشو متحمسين اكتر شي هلا على سيزون 5؟ باقي له اسبوعين تقريبا لحتى يجي سيزون 5. ومثل ما خبرتكم يا شباب لا تنسوا الدعم والاشتراك واللايك بالمقطع، وحتى المسابقة اللي أنا مساويها موجودة حاليا في الديسكريبشن في الوصف، رابط بتقدر تفوت تحط أفضل لقطات عندك، بحيث أنه أنا حنقي رابحين أو حنختار رابحين نعطيهم 1000 كوينز كل أسبوع. طبعا هلأ نحن عم نبلش فيها، وإن شاء الله قريبا حنعلن الفائزين ونسوي المقاطع قريبا على القناة. وشكرا لدعمكم متواصل، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت في صوت. حاطين هناك شيء. جوا 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 جوا. خليني بس اشلد. عمل له عنصر مفاجأة. كفو كفو عنصر مفاجأة كفو. ايه لا لا نظام صديقة لا بس نايس 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 جي جي. You are the apex champions. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. يلا 8 كتلات 5 كتلات نايس حلوين نايس. حلوين نايس 13 قتلة يتربوا بعزك حبيبي تربوا بعزك